الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الله أن ينهي التعدد المطلق في الزوجات أنزل: يا محمد قل لأمتك اللي معاه زائد عن أربعة يمسك أربعة ويفارق الباقي. مش ده اللي حصل؟ رسول الله في الوقت ده كان عنده تسعة ما شاملوش الحكم، فقال لك ايه الحكاية اللي خلت ربنا يعني يستثني محمد يعني يبقى عنده تسعة وامته تبقى عندها ايه اربعة؟ ما فطنوش الى الحتة اللي بنقولها دي، العدد والايه والمعدود. هل الله استثنى رسوله في العدد ولا في المعدود؟ لا، في المعدود، لانه قال له في آية تانية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يبقوا التسعة دول هم التسعة، يماتوا كلهم ولا واحد، يبقى ما استثناش في العدد، لأنه لو كان استثنى في العدد اللي تموت يجيب مطرحة وماتوا كلهم يجيب تسعة. نقول له لا، ده لم يستثنه في العدد وإنما استثناه في المعدود. طب ولماذا جعل الله الاستثناء في المعدود دون العدد؟ قال لك لأن اللي متجوزة غير رسول الله لما زوجها يطلقها ويمسك أربعة ويطلق الباقي تروح تتجوز غيره ولا لا؟ لكن زوجات النبي أمهات مؤمنين محرمات على الغير، فيقعد بقى من غير زواج. فقال له تقعد بس يتمنى إيه؟ إنهم ما يتكرروش. يبقى ضيق على رسول الله أم وسع عليه؟ يبقى ضيق على رسول الله، وهم قالوا لا ده وسع عليه عمل له تسعة. نقول لهم تسعة ايه؟ ده هي معدود لا عدد، والذي عنده أربعة يقدر يطلقهم يجيب ايه كل شهر يجيب له أربعة، يبقى ايه؟ انما ده قالوا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حب.